حي الله العماني ما ظن غير حبيت احمر الدم واللون بقى عشقنا مجنون نحبك نحبك الف 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 مبروك نرفعها اول شيء اسمايات التبريكات لمقام مولاي حضره صاحب الجلاله ولوالدي ووالدتي وعائلتي الكريمه لان وقفوا معنا كثير وتحملونا صراحه. والله نهائي كان صعب لان قابلنا فريق كبير وفريق عريق مثل المنتخب السعودي، بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا في الكاس، وتعرف تعبنا ما راح بلاش، سنتين واحنا نوصل النهائي وكنا نجتهد ويعني ونقدم كل ما عندنا، بس وفي الاخير ما الله ما يكتب لنا، بس هنا في ارضنا الحمد لله الثالثه صارت ثابته واثبتنا الحمد لله رب العالمين، اثبتنا الكل للناس ان الكاس ما راح يطلع من عمان. الحمد لله على الفوز الكبير صراحه، انا ما خيب نظن جمهورنا الكبير، والله اعطانا على قد النيه يعني لكل مجتهد النصيب، والحمد لله الله وفقنا وحققنا الكاس ان شاء الله. وين بينام الكاس اليوم؟ والله ما ادري انا من وين بنام اليوم. اعتقد اذا اي فريق كان في مكاننا مضيعين كاس خليج مرتين وين مره في بلادنا، وكلهم يقولوا الثالثه ثابته ومطالبين بالفوز وضغط جماهيري يعني صراحه اهني اللعيبه وصراحه جمهورنا اللي مقصر اللي خلى اللعيبه كل واحد لواحد عن الاخر. واحمد الله واشكره على هالانجاز صراحة، لعبنا في البطولة مباريات وايد 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 قوية يعني، خاصة من مباراتنا ويا البحرين ومن ثم المنتخب القطري ومن ثم المنتخب السعودي، صراحة يعني ما هو مدح ولا هو تقليل في المنتخبات الباقية، بس الحمد لله كنا نستاهل. حتى في مجريات المباراة اليوم المنتخب السعودي ما كان سهل، ضيعنا فرص وايد، وفي النهاية ضربات الحظ اللي عانينا منها في 18 في 17 اليوم الكاس على الدوري والكاس للمنصة نظر إن شاء الله.